جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من الشرايع بعثت تقول المقدمة جيم كاف عين مكة المكرمة الشرايع. أختنا تقول في رسالة لها: لاحظت أن بعض النساء عند القيام لصلاة الجماعة لا يحسن القيام في الصف، فترى بعضهن متقدمات وأخريات متأخرات، صفوف معوجة، بالرغم من أن الإمام قبل أن يكبر يشير إلى الاعتدال والاستواء، وقد قمت بالتنبيه عليهن بذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي. نرجو من فضيلتكم التحدث إليهن في هذا الموضوع لعل الفائدة تعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم. لا شك أنه يجب تعديل الصفوف وإتمامها في حق الرجال وفي حق النساء، فلا يجوز الإخلال بنظام الصفوف، بل يجب العناية بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعديل الصفوف والتراص فيها وسد الخلل وتعديلها وعدم تقدم أو التأخر فيها، بل يكون ذلك بمحاذاة المناكب والأكعب، يكون كل مصل يكون محاذيا لمن بجواره بمنكبه وفي كعبه. هذا هو المقياس، إذا تحالت الأكعب وتحالت المناكب فقد اعتدل الصف، وإن اختلت فقد اختل الصف. هذا هو المطلوب من الرجال ومن النساء. النساء يكون صفوفا خلف الرجال مثل صفوف الرجال تماما، ولا يجوز لهن التفرق أو التقطع في المسجد أو الإهمال في آداب الصفوف، كل هذا لا يجوز. وأيضا بالمناسبة ننبه على مسألة كثر وقوعها بين الرجال والنساء في الصفوف، وهي أن بعضهم يفحج رجليه إذا وقف فحجا يضايق من بجانبه، بمعنى يباعد بينهما. أي نعم، بمعنى يباعد بينهما ويضايق من بجانبه من هنا ومن هنا، ويفتح فرجة بين رجليه في الصف، وهذا غير مشروع، ولا أدري من أين أخذوا هذا، فهي ظاهرة المطلوب في سد الفرج والخلل في الصفوف ليس هو في المباعدة بين الرجلين وفتح ما بين الرجلين وهذا التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. المطلوب من ذلك أن يتقارب المصلون بعضهم من بعض، لا أن يتفاحج المصلون ويتركوا بين أرجلهم فتحات في الصف ويضايقون من بجانبهم. هذا أمر غير مشروع وظاهرة سيئة، كما أن بعضهم إذا سجد أو إذا ركع فإنه يمد مرفقيه هنا وهنا حتى يضايق من بجنب، أو جلس تشهد فإنه أيضا يوسع ما بين فخذيه ويأخذ مسافة من الصف يضايق من بجانبه. كل هذا من التكلف والإخلال بالصف والإساءة إلى من بجواره، فالواجب تنبه لهذه الأمور. نعم.